مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لصعود القوة المغربية في مالي مع تقهقر القوة الفرنسية هناك، وهذا سيعيد تشكيل المشهد الإقليمي من جديد، خصوصا بعد الانقلاب العسكري الأخير في الدولة المالية، هذه الدولة الأفريقية المنسية التي تزيد مساحتها عن 1,240,000 كيلومتر مربع، يعني أكبر من مساحة المغرب بأزيد من 500,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، تغرق في الفقر والإرهاب والعتمة نظرا لعدم توفر الكهرباء فيها، رغم أن الإحصائيات تقول أنها تزخر بثروات قادرة على جعل مالي من أهم اقتصادات العالم، حيث أصدرت وكالة رويترز إحصائيات من وزارة المناجم في مالي أن إنتاج البلاد الصناعي من الذهب بلغ 65.2 طن في سنة 2020، وهو متوسط ما تنتجه البلاد منذ عقود، وهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هو أحد أكبر منتجي الذهب في العالم، إذ تدير شركات متعددة الجنسيات نحو 13 منجما. وبينما مالي لا تمتلك أي احتياطات تذكر من الذهب رغم امتلاكها 13 منجما، نجد فرنسا تمتلك احتياطات تقدر بأكثر من 2,400 طن وتحتل المرتبة الرابعة عالميا، مع العلم لا يوجد لفرنسا أي منجم على أرضها، وهذا يعطيكم فكرة عن حجم الاستغلال الفاحش لإخوتنا في مالي. لذلك بعد الانقلاب العسكري الأخير في مالي تم طرد الفرنسيين، وقبل شهر من الآن تم إلغاء اللغة الفرنسية من دستور البلاد واستبدالها بالعربية وبعض اللغات المحلية الأخرى. وتاريخيا كان شمال مالي يتبع إلى المملكة المغربية، وإلى الآن يوجد دعوات من القادة الماليين لتوحيد البلدين من جديد، ومن أبرز هذه الدعوات نجد دعوة محمد علي بصفته الحاكم العام على قبائل الطوارق في بلاد تومبكت سنة 1961، وبناء عليه قام المغرب بالنزول إلى مالي بكل ثقله الاقتصادي وخبرته التكنولوجية، ولم يتوانى في تقديم المعونات الأمنية اللازمة لمكافحة الإرهاب هناك، خاصة وأن الماليين مرتبطين عقائديا بالمغرب نظرا لأنها التي نشرت المذهب المالكي فيها، والزوايا التيجانية والقادرية وغيرها هي الأكثر قبولا في البلاد وأحبها لقلوب الماليين. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن أهم المشاريع المغربية في مالي، وكيف نجح المغرب في ربح معركة العقول في مالي وحماء الماليين من مخطط التنصير الفرنسي وتقسيمه، ومن هم القادة الماليين الذين يريدون إعادة التوحيد شمال مالي بالمملكة المغربية مجددا، وما هي أهم الخطوات الدبلوماسية المغربية في مالي، ولماذا الفرنسيين لن يغفروا للمغاربة ما قاموا به هناك وتسببوا في طردهم الآن. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين خاصة الجدد منكم بالاشتراك الآن في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا. وأود كذلك أن أذكركم أن كل حلقاتنا السابقة مترجمة الإنجليزية الفرنسية والإسبانية وعدة لغات أخرى، وبالتالي أرجو أن لا تنسوا مشاركة حلقاتنا مع أصدقائكم الأجانب وتعرفوهم بمحتوانا. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بالتاريخ المشترك بين المغرب ومالي إلى الآن، ثم سنمر إلى مستقبل العلاقات فيما بعد في جزء الثاني في هذه الحلقة. خلال ستينات القرن الماضي كان الطوارق الذين يقيمون في شمال مالي وشمال النيجر يطالبون بضمهم إلى المغرب، ومن بين أبرز قادة المنطقة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مغاربة محمد علي الأنصاري الذي توفي بالمغرب سنة 1994. يرتبط الطوارق الذين يقيمون في شمال مالي وشمال النيجر بالمغرب منذ مئات السنين، وكانت بداية العلاقة التي لا زالت مستمرة إلى الآن خلال عهد المرابطين، وزادت قوة أيام السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي الذي تمكن سنة 1991 للميلاد من بسط سيطرته على المنطقة وعاصمتها المعروفة تومبوكتو. وفي نهاية القرن الثامن عشر بدأت أوروبا بالتطلع إلى المنطقة التي كانت غنية بالذهب،
وبدأت تسير رحلات استكشافية سرية، أشهرها التي قام بها الفرنسي ريني كايي سنة 1818، والذي استقبل في فرنسا استقبالا رسميا بعد رحلته تلك. لكن فرنسا وغيرها أجلوا أحلام غزو تومبوكتو إلى عام 1911 بعد أن ضعف النفوذ المغربي المهيمن حينها، وبقيت فرنسا تستعمر المنطقة إلى حدود سنة 1960. وبعد جلاء فرنسا تم إلحاق منطقة تومبوكتو بمالي، غير أن محمد علي الأنصاري الذي كان يعتبر من بين أبرز قادة المنطقة كان يرى استحالة إلحاق التوارق بمالي. بحسب ما يحكي كتاب الرجال الزرق، التوارق الأسطورة والواقع لصاحبه عمر الأنصاري، واعتبر الأمير محمد علي الحكومة المالية تركة فرنسية تسعى إلى تغريب المنطقة وسكانها وقطع صلتهم بموريثهم الثقافي العربي، حيث كان يعتبر منطقة التوارق وسكانها من العربي والبربر امتدادا طبيعيا لمنطقة المغرب العربي. لذلك فرنسا وإلى آخر يوم في وجودها العسكري في مالي كانت تقوم بهجمات جوية على العرب والطوارق في شمال مالي من أجل إبادة أكبر عدد ممكن، وهذا في إطار سياستها لفصل مالي عن المغرب للأبد. ويشير كتاب عمر الأنصاري إلى أنه انطلاقا من هذا التصور جعل الأمير محمد علي مسألة مغربية الصحراء تومبوكتو أمرا محسوما عنده، خاصة وأن روابط البيع بين سكان المنطقة وملوك المغرب وسلاطينه ظلت قائمة طوال العهود الماضية لتلك المنطقة حتى دخول الاستعمار. وإلى الآن فرنسا حاقدة على المغرب بسبب تعلق شمال مالي بالمغرب روحيا وعقائديا، رغم ما بذله الفرنسيين من جهود وأموال من أجل قطع تلك الصلة. ويشير ذات الكتاب إلى أن محمد علي كان يعتبر نفسه مغربيا، كون منطقة الصحراء بما فيها تومبوكتو كانت في وقت قريب تابعة للسلطان المغربي، وكان يحكمها مغربي يلقب بالباشا حتى دخول الاستعمار، وتسلم مفاتيح تومبوكتو من آخر عام المغربي هو الجنرال أحمد الرامي. وفي سنة 1961 وجه محمد علي بصفته الحاكم العام على قبائل الطوارق في بلاد تومبكت رسالة إلى الملك الحسن الثاني، أخبره فيها بأنه سبق له أن توجه إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي سنة 1931 لحضور إحدى الحفلات، واجتمع هناك بالملك الراحل محمد الخامس وبايعه. وهنا نفهم أن الملك المغربي الراحل كان يحظى بثقة قادة دول جنوب الصحراء. وفي سنة 1946 حاولت فرنسا إغواء قائد تومبكت بمنحه حكم دولة تسمى صحراء فرنسية في إفريقيا الغربية، وأوضح أنه رفض قبول العرض وخطبهم قائلا إن الصحراء صحراء المغرب، فإن كانت نية فرنسا التخلي عن المستعمرات الغربية فاتركوا الصحراء للمغارب. وأوضح الملك الحسن الثاني أنه بمجرد علمه بعودة محمد الخامس من المنفى حتى رمى هذا القائد المالي المحترم الجنسية الفرنسية وأخذ جنسية المغرب من السفارة المغربية بالمملكة العربية السعودية في أول شهر باشرت فيه تلك السفارة العمل. وقال أنه في سنة 1958 توجه إلى السعودية وجمع مساعدات مالية وعاد إلى المغرب من أجل مقابلة محمد الخامس ليطلب منه إعانته على الجهاد ليضم بلاده إلى المغرب، غير أن رئيس الحكومة عبد الله إبراهيم منعه من ملاقاة الملك وعاد إلى السعودية من أجل إعادة المساعدات المالية التي حظي بها. ونتيجة لنشاطه السياسي اعتقل محمد علي في مالي سنة 1963، وكانت سلطات البلاد تخطط لإعدامه لولا تدخل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وخرج من السجن سنة 1968، وانتهى به الأمر بالعودة إلى المغرب والإقامة فيها إلى أن وافته المنية سنة 1994. ورغم وفاة محمد علي الأنصاري إلا أن الصلات لا زالت قائمة بين الطوارق والمغرب، رغم أنها لم تعد بتلك القوة التي كانت عليها في السابق. فخلال شهر يناير من سنة 2014 استقبل الملك محمد السادس بمدينة مراكش بلال أغ الشريف الأمين العام لحركة الوطنية للتحرير أزواد التي تنشط في شمال مالي الآن، والتي كانت قد أعلنت انفصال شمال مالي في أبريل سنة 2012.
12، وخلال اللقاء طلب العاهل المغربي من وفد الحركة الوطنية للتحرير أزواد أن تبقى منفتحة على الحوار السياسي، وأكدت الحركة أنذاك استعدادها وتمسكها بحل سياسي دائم للنزاع مع الحكومة المالية. وفي خضم هذه الأحداث نجد فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لها فلسفة كاملة لإخضاع مالي وكل أفريقيا إلى الأبد. هذه الفلسفة تقوم على نشر المسيحية في المقام الأول، وهذا ما فشلت فيه فشلا ذريعا بفضل المغاربة الذين كانوا يكونون الأئمة الماليين ويرسلوهم إلى مالي، وبفضل الله وجهود المغاربة بقي أكثر من 95% من الماليين مسلمين. وهنا كانت فرنسا تنفق ملايين الدولارات من أجل بناء الكنائس ودعم المبشرين المسيحيين بالمال وتأمين تواجدهم وبناء العديد من المنظمات والجمعيات الممولة خارجيا، إلا أنهم لم يفلحوا في مالي مثل ما نجحوا في الدول الأخرى والتي للأسف تم تنصيرها بسهولة لأن شعبها لم يجد الدعم الفكري المتين من دول إسلامية. وهنا يتجلى لنا أن تكوين بضع مئات من الأئمة في المغرب حمى مالي من المخططات الفرنسية، ولكن ما نجحت فيه فرنسا نسبيا هي فرض اللغة الفرنسية على الماليين لدرجة أن أغلب الماليين يتكلمونها إلى الآن، ولكن المغرب كان يدعم الصحف المالية باللغة العربية وكان يمنح آلاف الماليين منحا دراسية ليذهبوا للدراسة في المغرب، ونشر المصاحف باللغة العربية خاصة في رمضان من طرف الديوان الملكي المغربي ساهم في بقاء اللغة العربية محفوظة في مالي نسبيا خاصة في شمال البلاد. كما دعم المغرب دولة مالي مؤخرا لاتخاذ خطوات ضد فرنسا، وكان هذا الدعم جليا خاصة في مجال الاقتصاد وسنعود له فيما بعد. فلقد تخلت مالي بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره على اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد وتحولت إلى لغة عمل فقط، بينما حصلت 13 لغة وطنية يتم التحدث بها في البلاد على وضع رسمي منها اللغة العربية. وجاء هذا القرار تطبيقا لمقررات الدستور الجديد الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة بلغت 96% من الأصوات في استفتاء 18 حزيران يونيو الفائت، وبذلك لم تعد الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد وفقدت وضعها الذي شغلته منذ عام 1960، وبالتالي اللغة والدين هما المكونين الرئيسيين لأي هوية وطنية، وأي تغيير فيهما سيؤدي لضمان هيمنة فرنسا على مالي وعلى أي دولة بهذه المقاييس، لأن اقتصاد فرنسا قائم على نهب ثروات الغير. فمثلا حوض تودني هو حوض رسوبي رئيسي في غرب أفريقيا يسمى على اسم قرية تودني في شمال مالي، وهي تغطي أجزاء كبيرة من كاراتون غرب أفريقيا في موريتانيا ومالي. هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة بسبب احتياطاتها المحتملة من النفط، وكانت فرنسا تسعى لاستخراج النفط وضخه إلى سواحل موريتانيا من أجل تفادي نقله عبر الجزائر. ومن ألطاف الله تم طرد الفرنسيين قبل استغلال تلك الثروة، وللأسف يجب أن نقول أن الفرنسيين استغلوا أسوأ استغلال ثروات مالي ونهبوا ذهبها ونهبوا اليورانيوم والمعادن بمختلف أنواعها دون حسيب ولا رقيب، عكس المغرب الذي راكم منذ سنوات مكاسب عديدة في مالي سواء سياسيا اقتصاديا أو أمنيا. وزيارة الملك محمد السادس لباماكو عام 2013 و2014 التي وقع فيها الطرفان 17 اتفاقية في مختلف القطاعات مثال حي على قوة العلاقات بين مالي والمغرب في حقبة ما قبل الانقلاب. هذه العلاقة جعلت مالي الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية في أفريقيا، وجعلت مالي المستفيد الثاني من المنح التدريبية المغربية في القارة بأسمها. إلا أن الانقلاب الذي قاده العقيد عصام غوتا في أغسطس آب 2020 ضد الرئيس إبراهيم كيت أبو بكر الذي حكم البلاد لمدة 7 سنوات عقد المشهد على مالي وشركائها وعلى رأسهم المغرب. فلقد استنكرت أغلب الدول الأفريقية هذا الانقلاب، ولكن هذا ساهم في تقريب مالي إلى المغرب أكثر فأكثر من أجل الحصول على دعم مالي لبناء الدولة المالية من جديد، خاصة وأن المغرب بذل جهودا كبيرة مؤخرا لتنمية مالي لأنه يعرف ما تمثله مالي للمغرب سياسيا وأمنيا.
وأحد هذه الاستثمارات الأمنية التي سعى لها المغرب مع مالي هو الاتفاق المبرم على إنشاء منشآت مشتركة للتدريب على أمن الحدود، كان مخططا إنشاؤها في المغرب لتضم مجموعة من الدول إحداها مالي، وذلك لمكافحة الإرهاب ومحاصرة فرنسا عسكريين في منطقة الساحل وفضحها لأنها الداعم الأبرز للإرهاب من أجل زعزعة استقرار المنطقة والمحافظة على نهب تلك الدول إلى ما لا نهاية. وهنا لابد أن نشير إلى أن التمرد في مالي ليس بالجديد، لأن فرنسا في القرن الفارط اعترفت بمشاركتها في 43 انقلابا عسكريا في دول إفريقيا، إذ شهدت مالي سيناريو مشابها لما يحدث مؤخرا، وذلك سنة 2012 حين شهدت اضطرابات انتهى بها المطاف إلى حدوث انقلاب فيها. وفي هذا الصدد سرعان ما انضم المغرب إلى التدخل الذي قادته فرنسا في مالي من أجل ضمان مصالحه، رغم أنه يعتبر فرنسا منافسا له في المنطقة. وبفعل هذا التدخل الذي قام به المغرب تقدم المغرب على نظيره الجزائري في عمليات التموقع الجيوسياسي إقليميا، وبخاصة في غياب الجانب الجزائري الذي لم ينخرط في الملف المالي حينها، رغم وجود حدود ممتدة بين البلدين ورغم ما شكلته هذه الحدود لأمنها الداخلي بخاصة في حقبة الحرب الأهلية في الجزائر. وسبب عدم التدخل الجزائري حينها كان مراده وجود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هرم السلطة الجزائرية. هذا التدخل هو ما مهد فيما بعد لتوطيد المغرب علاقاته مع القوات المدنية في مالي لاحقا، حيث قام المغرب بتوسيع حجم مبادراته نحو مالي، حيث قدم منحا دراسية للدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية للطلاب الماليين، والغاية من هذه المنح هي تجفيف منابع التطرف الديني الذي يمكن أن يظهر في المنطقة، وكمحاولة منه لنقل نموذجه التديني وقع المغرب ومالي في سبتمبر أيلول 2013 اتفاقية لجلب 500 إمام من مالي إلى المغرب للتدريب الديني، وهذا في إطار كسب معركة العقول بينه وبين فرنسا، ونجح المغرب فيها وقهر فرنسا، لأن مالي لو كانت فرنسية مسيحية لتم طرد المغرب منها، ولكن بقاء مالي دولة أفريقية غير ناطقة بالفرنسية ومسلمة سيؤدي حتما للنتيجة التي حدثت الآن وهي طرد فرنسا. بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية والدينية مع مالي، سعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع جيرانه الجنوبيين وأنشأ فروعا لمصارفه في مالي والسنغال، كما استحوذ التجاري وفا بنك وهو مصرف مغربي على أكثر من 50% من أسهم بنك مالي الدولي، يعني هنالك تقدم واضح للبنوك المغربية في مالي. كما اشترت اتصالات المغرب شركات اتصالات في مالي والنيجر، كما كثف مكتب الشريف للفوسفات وهي شركة مغربية استثماراتها لاكتشاف الفوسفات في شرق مالي، وكذلك مشاريعها من أجل تعزيز الأمن الغذائي في مالي. كما تمتلك مالي موارد طبيعية مثل الذهب واليورانيوم وخام الحديد وربما الألماس، كان المغرب يسعى للاستثمار من أجل استخراجه، وبالتالي طرد الفرنسيين وحظر الأذرع الفرنسية في مالي مثل الجمعيات والمؤسسات الممولة من الخارج والتي تخدم أجندة فرنسا، ساهم في فتح مالي بشكل أوسع لتوتيد علاقاته مع محيطه وخاصة مع القوى الصاعدة مثل روسيا والصين وكذلك المغرب. فهل برأيكم يمكن لفرنسا أن تعود إلى مالي عبر منظمة الأيكواس والتي تمثل عصا فرنسا في المنطقة وتشن حربا بدماء أفريقية من أجل إعادة تمركزها في المنطقة من جديد، أم أن زمن فرنسا قد ولى دون رجعة والمغرب يقف لها بالمرصاد في كامل أفريقيا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة، وإذا أعجبتكم هذه الحلقة وخاصة إذا كنتم تشاهدونني لأول مرة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم أحد وخميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو، لا تنسوا هذا الموعد.